والله عجبتني حصة هالتاريخ تبعك، هات لأشوف بعد ما راح محمد علي العابد مين إجا بعده؟ يا ستي، تاني رئيس هو هاشم الأتاسي، لك بيلقبوه أبو الجمهورية، مواليد سنة 1873 وتوفى سنة 1960، الله يرحمه. حكم سوريا لولايتين بس مو ورا بعض، الأولى كانت من عام 1936 لعام 1939، والثانية من عام 1949، لكن قطع انقلاب أديب الشيشكلي سنة 1951، لكن رجع بعد هاشم الأتاسي كمل ولايته سنة 1954 حتى سنة 1955. والأتاسي بالأساس من عيلة غنية ومعروفة بحمص، والده كان خالد الأتاسي، كان مفتي حمص وكان من المقربين للملك فيصل الأول خلال المملكة السورية العربية.